ها جيتي يا روحي؟ طيب ماشي، أنا جاي فورا. يلا. أنا عم بستناك فضل الله، لساته عم يقلي يا روحي بس تجي بتشوف شلون رح أخذ روحك. سيدي، سو اجت على كرباير، ممكن تسمح لي روح شوفها؟ ليش؟ مو على أساس هي ما بتعرف إنك هون؟ ايه، بس اتلخبطت الامور بالعملية الاخيرة، لانه شكت انه في شي بيني وبين سارة، فقلت لها الحقيقة. تمام، بس أصحك تحكي لها أي شي عن العملية، مفهوم؟ تحت امرك سيدي. شو صار بينك وبين سارة؟ ما صار شي سيدي، باستني غصبا عني. هالشي مو خيانة؟ ما، لا مانو خيانة، بس يا غر كذبك عليها هو الخيانة. بتمنى تكون تعلمت، ما بصير تكذب على البنت يلي بتحبها، فهمت؟ فهمت سيدي. يلا. وقف شوي لأفهم، أنت عسكري بالقوات الخاصة واختصاصك هو بالمتفجرات، وأنتوا بتطلعوا عمليات سرية برات الحدود دائماً، وبتلاحقوا المنظمات الإرهابية، وأغلب عملياتكم بالجبال والوديان، وأحياناً بتتسللوا على الفنادق والبيوت وأنت بتفكك القنابل، ما؟ صرتي سألتيني مرتين. وهديك المرة كانت جزء من العملية، مو هيك؟ يلي نادت لك يا حلو، وانت ما فيك تعطيني اي تفاصيل لانها معلومات سريه، مختص بالمتفجرات عن جد؟ بالضبط يا روحي، كل شي حكيته مزبوط. شو انت عم تتمسخر علي يعني؟ شبه؟ ها؟ انت طول الوقت عم تكذب علي، انا جيت لاعرف الحقيقه. سو، والله انا عم اقول الحقيقه. ما عم بستوعب، انت الولد المدلل عند امك يا فضل الله، وجاي عم تقلي قوات خاصة وتدمير قنابل وما بعرف شو. امي ما بتعرف اي شيء، خليها بيناتنا. يا ربي. ليك انا رح اعطيك اخر فرصة، ممكن تقلي شو علاقتك بهديك المرأة ومين هي؟ مين؟ ليش ما عم تفهمي سو؟ معلومات سرية ما فيني أحكي لك إياها، والعملية خلصت وما حدا بيعرف هديك المرأة وينها. الله يلعنها، ارتحتي؟ هلأ شو رأيك نروح؟ آه؟ بنشرب شاي بمكان تاني، والله داق خلقي من هالمحل. يلا حبيبتي. شو عم يصير؟ تعالي بعدين أنا بعدك رح احكي لك كل شيء، تمام؟ شو صار لك؟ يلا حبيبتي الله. تعالي معي بحكي لك بعدين. فضل الله فهمني شو عم يصير، لوين بدنا نروح هلا؟ اصبري حبيبتي انا رح احكي لك كل شيء. انا ما عاد صدق اي شيء بتحكي لي اياه، لانك مخادع وكذاب، دخيلك يا ربي صبرني على هالمحتال. هالشاحنة ليش هون؟ شوفي وقفي وراي. شو الموضوع؟ فضل الله تعالي. آه. يلا اركدي. آه. فضل الله. آه. آه. خلاص اهدي. شو اللي عم يصير هون؟ لا تخافي انا معك. ليش عم يقوصوا علينا هيك؟ قوصوا علينا هيك؟ خلاص لا تخافي. لا! لما عد لثلاثة نركض على الطرف الثاني. واحد. سو تعالي لهون، انت شو عم تساوي؟ اركضي. Thank you.
انت عسكري بالقوات الخاصة عن جد؟ لا حبيبتي، عم مثل. استأجرت إرهابية مشان تصدقيني. ما بستغرب تعملها. انا حكيت لك الحقيقة. تفكيك القنابل اختصاصك؟ ايه، بس ادعي ما اضطر اثبت لك هالشي. دخيلك يا ربي، انا شو جابني على هالمكان؟ شو رح نساوي هلا؟ امسكيها. شو هاد فضل الله؟ مشان تدافع عن نفسك. ماشي ماشي، تمسكي بهالطريقة، تضغطي هون. لا مستحيل. فيكي تعمليها. ماشي يلا. وقف لوين رايح فضل الله؟ تعالوا هن فوق. خلاص اهدي وتركي سلاح من ايدك سوء. يلا وصلوا. لا تواخذني، انا اسفه، سامحني. خلاص ما صار شي حبيبتي، وانا اسف. لا تخافي سوء، تمام؟ اهدي، تعالي معي. الله يفيني. اسمعي، هربي من هون وبعدين اتصلي بأخي. ماشي؟ وانت؟ لا تقلقي، بس اتصلي بمجاهد. ماشي؟ ما رح يقدروا يأذوك، مو هيك؟ بوعدك ما رح يساووا لي شي، تمام؟ يلا يا روحي، يلا. خليني معك. سو يلا واتصلي بمجاهد. روحي بسرعة. فضل الله. يلا الوقاية من الأمراض وطريقة علاج الإدن. أنت شو عم بتشوف عالنت؟ عم بقرأ شي عن الإدن. ليش؟ بحب الأمور المتعلقة بالإدن. فيك تعيش بدون ما تسمع؟ استغفر الله. ابني طلع صياد، نحن منعيش بهالدنيا كرمالهم. إن شاء الله رب العالمين بيرزقكم كلكم. آمين. أنت منيح؟ أنا كتير قلقان على إيلام، ما عم بقدر أوصلها. أخي البنت مالها برحلة سياحية، لا تقلق. خير شبكم؟ كأنكم قاعدين بشي عزا. ما في أي شي سيدي، نحن بخير. والغر وينه؟ لسه ما رجع؟ كان مع حبيبته. ها؟ ابن الحلال عند ذكره بيبان. هذا الغر. وينه؟ اختي سو بهدلتك مو ايه؟ انا مو قلت لك يا غبي انه ما فينا نكذب على النسوان بيكشفونا فورا؟ لك شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكي؟ كيفك اختي؟ انا منيحة بس فضل الله ما له منيح. في كتير رجال هجموا علينا وكلياتهم معهم اسلحة، وهن انحاصروا لفضل الله بهاي البناية. بترجاكن مشان الله تعوا بسرعة، وإلا انا كتير خايفة يساووا له شي. طيب بعتينا الموقع فورا، وركبي بتاكسي وتعالي على مشفى كاراباير. ماشي؟ فضل الله تعالوا. عم اسمع صوت اواز جوا، بترجاكن استعجلوا شوي. لا رح ابعت لك الموقع فورا. هاجموا فضل الله سيدي.
خلونا نتحرك فورا واتصلوا بغراب البحر. اشتقتلني يا نظمي؟ كتير. انت عم تتوجع كتير مو هيك؟ انا عطيتك ابرة مفعولة قوي كتير، المادة اللي جواتها بتأثر كتير على كل الأعصاب الموجودة بالجسم، رح تتوجع حتى إذا نزلت عليك نقطة مي وحدة. بتحب نجرب هالشي؟ سيدي خلينا نقتحم المكان بسرعة، أنا ما فيني أتحمل. ليش نحن فينا نتحمل مجاهد؟ اهدوا يا رجال، فضل الله أخونا كلنا، لازم نهدى مشان ما نكون سبب بموته. على أكيد هي سارة عم بتدور على الصواريخ لهالسبب مسكت الغر. سيدي كيف رح نفوت؟ الشياطين فخخوا مداخل هالبناء، لازم ننتبه، ما بدنا نساوي شيء ممكن يعرض حياته للخطر. معناتها بننزل عليهم من السماء. يلا شو يا حلو؟ عم تتوجع؟ وقف، رح انفخ عليك لتتحسن. وين الصواريخ؟ بجيبتي، خديهم مثل ما بدك. انت ارتكبت اكبر غلط بحياتك لانك رفضت، كنا انبسطنا كتير. ما عجبتيني. شو هالحكي؟ يعني انت ما بتشوفني حلوة؟ انت بشعة كتير وما في بشاعتك.
لكن أنا رح حد للخمسة هلا. إذا قلت على مكان الصواريخ بتعيش، وإلا مع السلامة نظمي. واحد، ياغر انت منيح؟ شو منيحة اخي؟ منيحة، لا تقلق، لا تشغل بالك. كيفك انت؟ فكرت انكم ما رح تجوا. معقولة نتركك هون يا اخي؟ تذكرتيني؟ غلطتي لانك رفضتي. تعالي امشي. كل يوم ما عم ينيمني طول الليل. الله يحميه ويبعث له ايام حلوه. امين. صباح الخير يا رجال. صباح الخير. صباح سيدي. الخير. وين اغراب البحر؟ لسه ما اجا. اجيت سيدي. شو صار بتسجيلات الكاميرا؟ للاسف صارت مشكله بس رح حلها. شو هالمشكله؟ بحكي لك بعدين سيدي. اي طيب، على راحتك. بس سيدي أنا وصلت لحدا جديد اسمه الآغا، هو كان عم بيلاحق تسجيلات الكاميرا. مين هذا تاش؟ لسه ناقصنا آغا كمان؟ لسه ما بعرف شي. على كل، يلا نمشي وانتو جهزوا حالكم واستنوا خبر مني. ليش بتتوقع تصير مشكلة؟ ما بعتقد انه رح تصير مشكلة، بس ان شاء الله يعلقوا بالسنارة لنشوف مين راس الحية. ان شاء الله سيدي، الله ينور طريقكم. تسلم، يلا. أخي يلي ساويته غلط. ساويت يلي عليك وهذا هو الصح أخي. للأسف في تضحيات بالحب كمان. الحبيب يفضل حبيبته عن نفسه مع انه بيعرف قلبه رح يحترق، بس بيتحمل الوجع وبيسكت. ايه خلصنا بقى شبه. في رجال بيبكي يا اخي، هالعلاقة انتهت خلص انساها. لا تقول هيك يا مجاهد، ما في شيء اسمه حب انتهى وننساه. مظبوط،
بس يا حافظ لازم ينسى، ما عنده حل بنوك.